أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن توحيد الربوبية مستلزم ومتضمن لتوحيد الألوهية وكذلك لا هو متضمن، هو متضمن مستلزم فقط، يعني يلزم منه، يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية لزوم، فإذا لم يقر معناه أنه ترك اللازم، ترك اللازم. المتضمن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فمن عبد الله وأخلص العبادة له فإنه يتضمن أن الله أنه اعترف أن الله ربه تضمنا، نعم، لأن الدلالة على أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، نعم.